الايسر، فراس بالعربي يحاول يتخلص ويتقدم ايضا، كره ما فيها شيء، حكم اللقاء يامر بالاستمراريه، كره تصل لحارس المرمى عبد الله التميمي، هناك صافره، لاحظ حكم اللقاء هل ينهي شوط المباراه الاول ام هناك يعني حديث سيكون على مستوى لقطه سيشاهدها في الفار، اذا ما كان هذه اللقطه تحديدا فيها خطا او ان كان اللمسه اللي طبعا اللي تدخل فيها ايضا خالد جلال نفسه بوجود لمسه يد عليه في داخل منطقه الجزاء. راح نشوف حكم اللقاء في هذه اللحظات ينتظر قرار، ينتظر قرار من قبل حكم اللقاء، هل انهى شوط المباراه الاول؟ سنتابع هل انهى شوط المباراه الاول ام هناك ينتظر مشاهدة لقطة الفار. راح نتابع ونشوف دكتور عمار الجريبي يتحدث في هذه اللقطة، يعني أتت في ثواني أخيرة. نتيجة الشوط الأول، نعم حكم اللقاء ينهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. نترك لمصلحة فريق نادي خورفكان، مرور ممتاز، أوب تسديدة خطيرة، إسماعيل ترجع مرة أخرى، برونو لاماس يسدد كرة، تصطد الكرة في ابراهيم المنصور، تطلع الى خارج ارضية ملعب، حلوة كانت التسديدة وحلو التوغل كان في اللقطة الماضية من دو سانتوس اللي سدد كرة وذهبت بها الكرة الى العارضة لتنتهي بعد ذلك، او هذا اللاعب اللي واضح امامنا في الصورة، اللاعب الخطير ديميلو هو صاحب التسديدة اللي اصطدت في العارضة وذهبت